موجودا ويتابعها في المدرجات الآن. يمكن عينه على أنه الفريق يعني يخسر المباراة، يخشى على فرص روما أن تستثمر واحدة منها مثل هذه مثلا، مثل هذه، مثل هذه. يا حسرتك يا ماتزاري، يا حسرتك يا ماتزاري، يا حظك يا روما. نعم نعم، روما بالفعل يستغل هذه الكرة العرضية. إيدن جيكو ومن غيره، إيدن جيكو ومن غيره، على طريقة ماركو فان باستن في نهائي اليورو 1988. أبدا، كرة لوب، كرة لوب، كرة لوب. لماذا لا يفرح توتي؟ لماذا لا يفرح مونشي؟ لماذا؟ هل هو احترام للفريق المنافس؟ هذا هدف فوز، هذا هدف فوز. نعم، إيدن جيكو يسجل هذا الهدف. وحتى كنت أقول قبلها ماتزاري كان يخشى هدف الفوز، والكرة العرضية اللي كان فيها لمسات الهولندي جاستن كلايبرد كانت بالمقاس. ها هي، ها هي، ها هي، ها هي. يا سلام على جاستن، يا سلام على هذا الولد. لعيب يا جاستن، لعيب. أبوك لعيب وهداف، وأنت مش هداف لكنك لعيب، لعيب. جاستن هيأها بطريقة رائعة، وما شاء الله عليه لسه 19 سنة في عز شبابه. كيف ركنها؟ لا لا، بعيدة، بعيدة على أن نشبهها بطريقة فان باستن. أنا أعتقد أنه نفس الطريقة لكن ليست بنفس القوة وليست بنفس الشدة، لكن ركنها في البعيدة. يا معلم، يا إيدن، يا جيكو. نعم يا معلم، أقول يعني لماذا حظك يا روما؟ لأنه فريق روما بالفعل ألغي هدف لفريق تورينو. وهذا ماتزاري، هذا ما كان يخشاه ماتزاري، هذا ما كان يخشاه ماتزاري.